بحكم خبرته الواسعة في مجال دعم جهود التنمية البشرية، نظم الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب دورة ضمن فعاليات جائزة العمل الإنساني، وذلك لتأهيل الشباب على إدارة مشاريعهم وترجمتها على أرض الواقع. بإعداد دورة متخصصة تهدف إلى دعم المشاريع الشبابية وتشجيعها. الصندوق الكويتي مساهمة منا في هذا قام بالتعاون مع الهيئة بالإعداد، واليوم نحن في أحد المهام اللي نقوم فيها. جاءت فكرة الدورة من خلال مشاركة الصندوق الكويتي للتنمية وطرح هذه الفكرة بأن لابد أن جميع الفائزين أو اللي قدموا المشاريع العشرة الأولى أن يكون مدير الفائز بالمشروع وهو مدير المشروع وينفذه، فلا بد يكون هناك دورة متخصصة لتنفيذ هذه المشاريع. فالآن نطلق الآن نبدأ فعاليات الدورة في الصندوق الكويتي للتنمية لتدريب الشباب العربي المشارك في جائزة مركز العمل الإنساني، وتدريبات تخصصية ومكثفة لمدة أسبوع كامل. 30 مشاركا من الدول العربية بالإضافة إلى دولة الكويت سيستفيدون من هذه الورش التدريبية المهمة، سواء على الصعيد النظري أو العلمي، بحضور نخبة من المتخصصين في مجال إدارة المشاريع. أشكر صراحة الصندوق الكويتي للتنمية لإعطائنا فرصة لتنمية هذه المواهب. بصفتي طبيب أسنان ما كانت عندي خبرة في إدارة مشاريع كهذه. أتوقع هذه حجر الأساس وبداية لنا إن نطور ما قدمنا، نطور اللي بدينا فيه. الاستثمار بمستقبل أي دولة يكون بالاستثمار عبر الإنسان، وبالتالي بناء السلام المستدام اليوم يتطلب كفاءات شبابية متمكنة بالمعرفة وبالعلم وبالعمل، إضافة للخبرة يلي نحن كتير مهتمين نتعلم اليوم من هيئة الشباب ومن الصندوق الكويتي لنحاول نطبق المشروع بالصيغة الأمثل اللي ممكن نحن نشتغلها. إذن هذه الدورة سيكون لها كبير الأثر في تمكين الشباب العربي وإعطائه الأدوات العلمية والعملية الفعلية التي تساعده في إدارة المشاريع حسب القطاعات التنموية المختلفة. ديما دحدل، تلفزيون دولة الكويت.